تعدي منتصف الملعب ولكن المدافع الصيني ياخذها وماشي يلعبها هذه خطيرة الصينيين الصيني جول صيني أول هذا اللي ضيع ضربة الحر الضربة الحرة المباشرة اللاعب رقم 8 هاو غونيمن هاو غونيمن يسجل للصين الهدف الأول المباراة مشت عكس التيار عكس الاتوشو روح روح ما يمها أحد ما تلقاها أحد ما حد من النشامة طلع له حطها على يمين عامر جبير هدف أول صيني في الدقيقة 42 شوف شوف الله سددها عددها قوية شوف الفرق